أبلغوا الأهالي أن اجتماع السيادة سيعقد غدا بعد صلاة الفجر، وبعد أن يختار السيد سأذهب إلى سوق الخان وأنهي الأمر مع السيد بهادير، وبعد ذلك سوف نهاجر إلى أخي غوندوغدو وسونغور تيكين وسنوحد قبيلة الكاي. الأمر لك سيدي. ليكن خيرا. لماذا تنزل دموعك يا أمي؟ اشتقت لوالدك يا بني، لو كان هنا الآن لما غرقنا نحن والقبيلة في هذه الهموم. لا تحزني يا أمي، فقريبا سأصبح سيدا وأجعلكم ترتاحون جميعا. إن شاء الله يا غوندوز، ستصبح سيد السادة كلهم وستحمل قضية والدك وتكمل مسيرته، وسوف ترهب العدو وسوف تعطي أملا للمظلومين. غوندوز،